الآن اعتقالات عشوائية من قبل قوات الصدمة والقوات الأمنية. أنا سؤالي معروف وراح أقوله، من صارت مظاهرات على الجانب الإيراني شو ما حد اعتقله، ومن صارت مظاهرات على السفارة الأمريكية ما حد انضرب، ليش الآن بدأت الاعتقالات وليش احنا عندنا شهداء؟ عرفتوا من الطرف الثالث؟ شاهد عيان اكو اعتقالات؟ اي اكو اعتقالات من قيادة شرطة البصرة، واكو ضرب ولد والبنات وطالعين على مود لا يهتفون باسم ايران ولا اسم امريكا، يهتفون باسم الوطن وباسم العراق.